هاني إذا حبيت إنك تبدأ خلاص تتوكل على الله عشان الوقت. طيب توكلنا على المولى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أنا أحب أشكر الزملاء الصحفيين الموجودين معنا اليوم. هذا مؤتمر طبي وصحفي خاص بتغطية الحملة التوعوية عن التعامل ما بعد الجائحة مع حالات كوفيد-19، بالتركيز على الفئات العمرية والفئات عالية الخطورة من المرضى. طبعاً هذه تعتبر من أحد الحملات التوعوية اللي مشكورين الأخوان والزملاء في الجمعية السعودية لطب الأسرة متكفلين بها بنشر التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع. طبعاً نحن بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية لله الحمد تخطينا هذه الجائحة، وكان في توعية كبيرة جداً وجهد مشكور من الزملاء من جميع الجهات، وتحديداً الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، بتوعية المجتمع في أخطار الجائحة وكيف ممكن الواحد يتعامل معها، وكيف الحمد لله بفضل رب العالمين وتعاون الجميع ثم تعاون الجميع قدرنا نتخطى المرحلة الخطيرة. وننتقل إلى أن وصلنا لله الحمد نتكلم عن إيش حيحصل بعد الجائحة. طبعاً اليوم معنا زملاء أعزاء وأساتذة في الطب الوقائي. معنا الدكتورة رجاء محمد الردادي، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، رئيسة المجلس العلمي للبورد السعودي للطب الوقائي، ورئيسة مكتب جدة للجمعية السعودية للوقائيات. وكمان طبعاً معنا الدكتور العزيز الدكتور أشرف أمير، استشاري طب الأسرة، المدير التنفيذي الخدمات الصحية التنفيذية والشؤون الخارجية بالمركز الطبي الدولي بجدة. واليوم بإذن الله في خلال الندوة وبعد الندوة في مساحة الأسئلة اللي ممكن الصحفيين يعني يشرفونا بها، حنتكلم عن كيف حنتحرك بعد الجائحة كمجتمع. طبعاً الكل يعني سمع ووصلت الأخبار بأنه منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل يعني عدة أيام أنه جائحة كورونا كوفيد-19 انتهت. طبعاً الجائحة الواحدة ما يتكلم فيها خلال 3 سنوات كان في 20 مليون شخص على الأقل أودت هذه الجائحة بأرواحهم، تسببت في تبعات صحية كبيرة واقتصادية كبيرة جداً. فهذه الأمور الواحد ما يستطيع أنه بضغطة زر كده على قولهم إنساها، هذه حتظل معانا في الذاكرة بشكل كبير، والواحد دائماً في الأوقات هذه يحب دائماً يأخذ العظة والعبرة ويأخذ برضو الدروس اللي ممكن يستفيدها بعد الجائحة. يمكن ما أطول عليكم، الدكتور أشرف أمير أكيد عنده يعني مجموعة من السلايز يحب يشاركها مع الزملاء، فننتقل بالكلمة معك دكتور أشرف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إخواني وأخواتي الكرام الإعلاميين والحضور وضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء وهذا الامتداد للقاءات الجميلة الثرية اللي دائما تجمعنا مع الإخوة والأخوات الإعلاميين، وأعتبر نفسي الآن على منبر عالي القامة ومهم جدا في إيصال كل معلوماتنا لكل من يستفيد منها من أفراد المجتمع، سواء المجتمع اللي يحيط بنا كأفراد مجتمع أو حتى المجتمع اللي احنا نستهدفه الآن هو مجتمع اللي هو المجتمع اللي تعرض لجائحة كورونا والآن مؤهل إن شاء الله للعودة بشكل طبيعي للحياة الطبيعية. حقيقة أنا عندي بعض السلايدات حبيت أشارككم فيها، إن شاء الله تكون واضحة أمامكم رب الحفيظ. واضحة؟ اي نعم واضحه دكتور. طيب اوكي، طيب احنا اليوم راح نلقي الضوء على موضوع مهم جدا. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه ورحمته احتوينا جائحة، يعني تم احتواء جائحه كوفيد-19 لسنوات طويله، والان دخلنا في مرحله جديده كيف نتعايش مع المرحله ما بعد الوباء. طبعا هي كانت جائحه القت بظلالها على الجوانب النفسيه والاجتماعيه والسيكولوجية وحتى الاقتصادية على كل المجتمعات، ونحن نتكلم عن مجتمعنا. الحمد لله مجتمعنا في المملكة العربية السعودية يعتبر أقل المجتمعات تأثرا بهذه الجائحة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم
بفضل القرارات الحكيمة اللي أخذت على كل الأصعدة على مستويات الدولة بكامل هيئاتها وبكامل قطاعاتها، وبالتالي صار فيه الاهتمام بسلامة الإنسان وليس سلامة الاقتصاد كما يعني زي ما صار في بعض الدول الأخرى. فكان الإنسان هو المحور الأساسي لاهتمام كل صناع القرار للحفاظ على سلامته وحياته وتمتعه بحياة آمنة خلال هذه الجائحة. فاليوم راح نتكلم عن فئة مهمة جدا هم مرضى الأمراض المزمنة، يمكن هذه تقع في تخصصي من كثرة الحالات اللي أنا بشوفها عندي في عيادتي، وأنا اليوم جالس في عيادتي حقيقة ما قدرت أروح مكتبي في بيتي عشان أدخل معاكم، فاضطرتني يعني أتشارك معكم هذا اللقاء إن شاء الله بين عيادتي بعد ما خلصت الآن. فراح أتكلم عن تعايش مرضى الأمراض المزمنة مع كوفيد-19 في مرحلة ما بعد الوباء. طبعا كبداية إحنا لازم نستعرض حقيقة تجربتنا الرائعة والناجحة اللي خاضتها المملكة العربية السعودية في احتواء الجائحة. زي ما انت شايفين هنا في بداية الجائحة لما صارت قبل 3 سنوات تقريبا، كان في تسارع كبير جدا في عدد الحالات المصابة، وهذه بنسميها من الناحية الوبائية هي فترة الانتشار، والانتشار هي مضاعفة تضاعف الفيروس وانتشاره بشكل كبير وبائي بين أفراد المجتمع بسبب عدم الوعي أو بسبب وجود بعض المعرضين للخطر اللي عندهم مناعة ضعيفة، وبالتالي بيكون في تزايد كبير في الإصابات حتى تصل الإصابات إلى مرحلة عالية جدا اللي تعتبر مرحلة القمة أو مرحلة الذروة اللي هي تصل القمة وبعد كده يبدأ في انحسار. فهنا في هذه المرحلة بيتم توجيه كثير من الآليات ومن الـ من الـ يعني كثير من الأدوات اللي هي من خلالها يتم احتواء الجائحة، سواء بعلاجات أو ببعض الإجراءات الوقائية أو بعض الإجراءات الاحترازية أو التطعيمات أو غيرها. بعد كده بيصير فيه انحسار للمنحنى الوبائي للكوفيد، ونصل في مرحلة بعد كده مرحلة هبوط الأعداد، وهذه مرحلة بنسميها مرحلة التعايش المبكر مع حالة كورونا. لكن في النهاية لما تنحصر الحالات زي ما صاير الآن، وزي ما أعلنت منظمة الصحة العالمية إنه في انحسار الأعداد وتقريبا اختفت الجائحة، لكن ما زال في عندنا بعض الحالات البسيطة الموجودة، فتعتبر الآن إحنا نتعايش مع الجزء الأخير اللي هو يعني يقع في نهاية المنحنى الوبائي اللي بنسميها فترة التعايش. هي فترة مهمة جدا لا تقل أهمية عن الفترات الأخرى، لأنه فترة التعايش فيها تبعيات للجائحة أثرت علينا نفسيا، أثرت علينا اجتماعيا، أثرت على بعض المرضى اللي أصيبوا بالجائحة وظهر عندهم بعض المضاعفات اللي هي ما يعني لن يستطيعوا العودة إلى الوظائف الطبيعية للأعضاء اللي صار لها التلف، وبالذات الرئتين وغيرها من الأجهزة الأخرى. طبعا احنا في هذه الفتره التعايش زي ما قالوا يعني جائحه كوفيد-19 غيرت العالم، وبيقولوا لن يعود العالم كما كان بعد جائحه كوفيد. زي ما بيقولوا كانت محنه في داخلها منحه، تعلمنا منها على قد المشاكل والتبعيات السيئه اللي احنا يعني حصدناها خلال الجائحه، لكن في الجانب الاخر في جوانب ايجابيه تعلمنا من الجائحه هذه اشياء كثيره على المستوى المجتمعي، على المستوى الطبي، على مستوى صنع القرار، على مستويات كثيره جدا. فيمكن هذه احد الايجابيات. والايجابيات اللي احنا حصلنا عليها الان، احنا بدانا نخرج بخدمات الصحيه من داخل اسوار المرافق الطبيه من المستشفيات وجدران العيادات الى خارج المنشآت الطبيه، وبالتالي لاول مره بدانا نستخدم الاستشارات عن بعد عن طريق الطب الاتصالي، وبدانا لاول مره يصير عندنا تثقيف صحي للمرضى في حاله العزل في بيوتهم عن طريق الطب الاتصالي. اصبح عندنا امكانيه لمراقبه حاله المرضى وهو في مرحله العزل في سبب الكورونا عن طريق أجهزة مبتكرة لمراقبتهم عن بعد، وبالتالي التواصل المباشر مع الفريق الطبي. أيضا كثفنا من عملية النقل الإسعافي المنزلي، السيارات الإسعافية اللي تنقل الفريق الطبي للتعرف على الحالة ونقل الحالة إلى المستشفيات أو علاج الحالات داخل المنازل. أيضا كثفنا الزيارات المنزلية، وتعلمنا أن الرعاية الصحية المنزلية أحد عناصر ومحاور الأساسية لنظامنا الصحي الجديد.
بحيث أن يكون عندنا مستوى آخر لتقديم الخدمات الطبية، ليس داخل المنشآت والمرافق الطبية بل أيضا داخل منزل المريض نفسه. فأصبحت في عندنا فكر جديد بنسميه مستشفى في البيت، أو نستطيع نقل كل ما يحتاجه المريض بأمان وجودة من المستشفى إلى المنزل، حتى يتمتع المريض بالأجواء الحميمية داخل منزله في وسط أهله، لكن في نفس الوقت يتلقى الخدمات العالية الجودة من خلال فرق متخصصة وتجهيزات متوفرة داخل المنزل تؤدي الغرض المطلوب. أيضا خلال هذه الفترة بدأنا يعني خرجنا خارج الصندوق وبدأنا التطعيمات، بدل ما المريض يجينا المستشفى للحصول على التطعيمات أصبحنا نقدم تطعيمات التحصينات، سواء التحصينات العامة الموجودة في جدول التحصينات المعتمد من وزارة الصحة أو حتى التحصينات الكورونا أصبحنا نعطيها في مراكز خارج المستشفيات، أو حتى التطعيمات داخل السيارات أو حتى في البيوت. فهذه كانت كلها أشياء جديدة لأول مرة تحدث في أنظمة الصحية، وهذا يعتبر فكرة جديدة الآن إحنا بنحاول نبتكره ورح نستمر في تقديمه من خلال هذه المنهجية. طبعا بالنسبة لشدة الإصابة بالكوفيد عندنا يعني في تفاوت كبير جدا في حدة الإصابة، وعندنا أسباب كثيرة لتفاوت هذه الحدة، لكن بمجمل ما مرينا عليه في خلال هذه الجائحة في عندنا 40% من الحالات هي حالات خفيفة تظهر في صورة أعراض تنفسية بسيطة، لكن المريض ما بيحتاج إنه يروح المستشفى، ومجرد الأعراض هذه تختفي تلقائيا سواء وصل المريض للفريق الطبي أو الخدمات الصحية أو ما وصل، وبالتالي هذه تختفي تدريجيا من غير أي أعراض كبيرة ومن غير أي مضاعفات. لكن في بعض الحالات بتكون حوالي 40% هي حالات معتدلة تظهر الأعراض، والأعراض بتكون إلى حد ما معتدلة في الحدة، يحتاج المريض إلى استشارة طبية ويحتاج إلى تلقي بعض العلاجات، ومن ثم يتم احتواء المشكلة. فهذه حوالي 80% من الحالات الخفيفة المعتدلة. لكن في عندنا حوالي 15% من الحالات الحادة التي تستدعي تنويم المريض داخل أقسام التنويم العادية للحصول على خدمات طبية مكثفة أو تحت رقابة طبية معينة. لكن في عندنا في النهاية في حوالي 5% من الحالات اللي مرت علينا هي حالات حرجة بيكون فيها يعني فقدان في أو في تدهور سريع لحالة المريض، وتدهور لبعض الوظائف الحيوية في الجسم الإنسان، يمكن أهمها كان الرئتين اللي بتتحول إلى رئة متليفة، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى تنفس صناعي وغيره. فهذه هي شدة الإصابة لكن مين هم الأشخاص اللي هم المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد، سواء كانت أثناء الجائحة أو حتى ما بعد مرحلة الجائحة، لأنه ما زال عندنا بعض الحالات البسيطة. يمكن أهمهم مرضى الأمراض المزمنة زي مرضى السكري أو مرضى أوعية القلب والأوعية الدموية، ناس اللي عندهم مشاكل أو أمراض صدرية زي الانسداد الشعبي الرئوي المزمن أو أمراض الربو الشعبي، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض المناعية بأنواعها اللي يحتاج فيها المريض إلى تلقي أدوية مثبطة للمناعة زي الكورتيزون بيكون مؤهل للإصابة بالمرض، مرضى الكلى ومرضى السرطانات لأنه بيأخذوا أدوية معينة، ومرضى السرطان بيأخذوا العلاج الكيماوي ويعتبر مدمر ومثبط للجهاز المناعي، وبالتالي بيكون هذول المرضى هم أكثر المرضى إصابة بأمراض كورونا. طبعا الوفيات خلال الفترة الماضية شهدنا يعني كان فيها تفاوت كبير، ويمكن أهمها مرضى الأمراض القلب والأوعية، كانت نسبة الوفيات فيهم حوالي 10.5%، داء السكري حوالي 7.3%، الأمراض التنفسية حوالي 6%، ارتفاع ضغط الدم والأورام السرطانية ما بين 5-6%. فهذه هي كانت فئة المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة ونسبة الوفيات بناء على طبيعة المرض. يمكن هذه واحدة من الملاحظات اللي احنا شفناها ورصدت بشكل يعني واضح خلال هذه الجائحة. طبعا ما بعد الجائحة في عندنا مشكلة بنسميها الأعراض المطولة للإصابة بكوفيد 19. تختفي الأعراض بعد الإصابة، لكن في بعض المرضى تستمر عندهم الأعراض لمدة أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، 3 شهور تقريبا بعد والأعراض هذه دائما بتكون حوالي تعب وإجهاد في 44% من المرضى، يكون عندهم ما زال حتى بعد زوال العدوى يكون عندهم ضيق في التنفس يستمر معهم عدة أسابيع 40%، قلق وتوتر بسبب الإصابة 34%، ألم عضلات، اضطرابات في النوم، اكتئاب، خلل في القدرات العقلية، هذه كلها من الأعراض اللي بتستمر لمرحلة ما بعد الإصابة. ويمكن هذه المرحلة اللي احنا نحتاج نتعايش فيها
مع هذه الأعراض، لأنها كلها أعراض تختفي وتزول إن شاء الله بمرور الوقت وباستخدام بعض الأدوية المساعدة لتحسين الجهاز المناعي. أيضا بسبب الأعراض هذه بيكون في حوالي 57% بتنخفض فيها الإحساس برفاه الحياة وجودتها. طبعا وجدوا بالدراسة، يعني لا تقبل الشك أبدا، الأشخاص المطعمين غير مطعمين بتحصين كوفيد-19 معرضين بالإصابة بأعراض الكوفيد-19 المطولة بالمقارنة بالأشخاص اللي حصلوا على التطعيم. فهذه الدعوة حقيقة يعني لكل الناس اللي هم لم يحصلوا على التحصينات انهم يحصلوا على التحصين حتى يصلوا الى هذه المرحله من الحمايه. طبعا ايش هي الاهداف اللي احنا نبغى نحصل عليها في ابعاد التعايش في مرحله ما بعد الجائحه؟ نبغى نحمي مجتمعنا او نقي مجتمعنا من الامراض، نبغى نرجع لحياتنا الطبيعيه ونمارسها بشكل تلقائي طبيعي قدر الامكان، نبغى نتمتع بكل ثانيه بكل دقيقه بكل يوم من حياتنا بجوده الحياه والاستمتاع بها ببهجتها وسرورها. نبغى نصل الى كمان الصحه وتمام العافيه، لان هذا مطلب وغايه كبيره جدا. فإذا نحتاج إلى تحقيق 4 أهداف أساسية في مرحلة التعايش في مرحلة ما بعد كورونا، إنه نحافظ على العافية الجسدية وخلو الجسد من الأمراض، نحافظ على العافية النفسية ونقي أنفسنا بإذن الله من الأمراض الاكتئاب والقلق التوتري والرهاب وأيضا نحمي نفسنا أو نؤصل ونرسخ العافية الاجتماعية من خلال التواصل الحميم الاجتماعي بيننا وبين أفراد أسرنا ومجتمعاتنا، أيضا العافية الروحية، التواصل التقرب من الله سبحانه وتعالى بالعبادات وبالصلاة، أن بتعطي الإنسان نوع من الاستقرار النفسي والثبات الروحي. طبعا من هم المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد سواء في خلال الجائحة أو حتى في مرحلة ما بعد الإصابة بالجائحة؟ هم كبار السن، لأنه بيكون عندهم مع تقدم العمر بالذات بعد سن 75 سنة بتضعف المناعة، جهاز المناعة بيصير ضعيف والخلايا المناعية تكون بطيئة في الاستجابة للمهيجات أو للفيروسات والميكروبات أو الأجسام الدخيلة كأمراض معدية. وأيضا بتزامن العمر الافتراضي أو العمر الكبير في لكبار السن مع إصابتهم العديد من الأمراض المزمنة زي السكر والضغط والكوليسترول وأمراض القلب وغيرها. وطبعا بيصير في ضعف في أداء الأجهزة الحيوية، احنا عندنا الجهاز التنفسي بيفقد نسبة من قدرة الرئتين في التشبع بالأكسجين والأداء الطبيعي بمعدلات نسب معينة كل سنة، حتى الكلى كمان يعني بتنخفض مستوياتها في الأداء كلما الواحد تقدم في العمر. ايضا وهنا لقينا انه في وفيات الاصابه بكوفيد حسب الفئات العمريه كان اكثرها يعني نسبه الوفاه كانت عاليه جدا، حوالي 15% في كبار السن تجاوزوا 80 سنه وحوالي 8% ما بين 70 الى 90 الى 79 سنه. فكلما تقدم الانسان بالعمر كلما كانت نسبه الاصابه بكوفيد اكثر وكلما كانت نسبه الوفيات بسبب مضاعفات الكوفيد اكثر واكبر. طبعا كيف نقي كبار السن من خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 بالذات في هذه الفترة اللي احنا فيها الآن؟ أولا ما زلنا نطالب كبار السن أنهم يبقوا في المنازل قدر الإمكان ويبتعدوا عن الأماكن اللي فيها ازدحام أو فيها تجمعات مكتظة بالأشخاص. أي شخص مصاب بأي أعراض تنفسية ليس فقط الكورونا يجب الابتعاد عنه. استمر في الإجراءات الوقائية منها غسيل اليد واستخدام معقمات اليد والعطس وعملية العطس لابد أن تكون تتبع إتيكيت معين على أساس نحمي أنفسنا ونحمي الآخرين من الرذاذ المتطاير. تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة. في حالة وجود أي أمراض مزمنة عند كبار السن لابد أن يستخدموا العلاجات المناسبة ويخضعوا للفحص الطبي والمتابعات المستمرة. طبعا عند حاجة كبار السن للخروج من المنزل لابد أن يكون في أماكن فيها هواء طلق وفي مناطق فيها تهوية تكون جيدة عشان ما يكون في أماكن مزدحمة، لأنه عندهم القابلية لالتقاط العدوى بشكل كبير. الحفاظ على المسافة الآمنة زي ما تعلمناها خلال الجائحة على الأقل مترين. تجنب مشاركة الطعام والأدوات المائدة. في عندنا مرضى الأمراض التنفسية أيضا هم أيضا مستهدفين بالكوفيد-19
وبالذات هم مرضى التليف الكيس اللي هو التليف الرئوي ونوبات الربو، الانسداد الشعب الرئوي وغيره من المشاكل الصحية، أمراض القلب أيضا زي الناس اللي عندهم أمراض القلب الخلقية أو انسدادات في الشرايين التاجية أو اعتلال في عضلة القلب أو داء الشرايين التاجية وغيرها. أيضا مرضى السكري والسمنة، لأنه السكري والسمنة بيؤدوا إلى إضعاف كفاءة الجهاز المناعي وبيؤدوا إلى ازدياد احتمالية الإصابة بالالتهابات والعدوى بشكل كبير. يمكن الكوفيد 19 بيؤدي إلى إصابة أعضاء منها الدماغ ومنها الرئة ومنها القلب ومنها الكلى والدورة الدموية بنفس وأيضا نفس الأعضاء هذه مستهدفة كمضاعفات لالتهاب للسكري والسمنة، فيصير الضرر الناتج مضاعف بسبب الإصابة بالكوفيد لمريض أوريدي عنده السكري والسمنة. إيش هي خطوات التعايش لمرضى الأمراض المزمنة ما بعد الجائحة؟ وهذا الكلام نحن نبحث عنه الآن. لابد من تطبيق الإجراءات الوقائية اللي احنا تعلمناها بكامل تفاصيلها. لابد من التواصل مع جميع أفراد الأسرة سواء عن بعد أو عن طريق التواصل الآمن على أساس نعزز السلامة الاجتماعية والعافية الاجتماعية. أيضا لابد من استخدام العلاجات والأدوية في مواعيدها والمتابعة، والآن عن طريق الاتصال أو الاستشارات عن بعد ممكن تتيح لكبار السن التقاء بفريقهم الطبي عن طريق استخدام التقنيات. أيضا الحرص على الحضور في المواعيد، الحرص على لم يأخذ قسط كافي من الراحة وشرب السوائل بشكل كافي، الدعم النفسي والاجتماعي وعلاج اضطرابات النفسية المصاحبة لجائحة كوفيد. يمكن هذا لاحظناه كثير من كثير من الناس اللي هم أصيبوا بكورونا. هذه الفترة من الفترات، لكن أعتقد أن هذه كلها في زوال إن شاء الله مع رجوعنا لوضعنا الطبيعي. إذن كلمة الأخيرة إخواني وأخواتي الكرام، أحب أقول أنه يجب توعية المجتمع بالتعرف يجب توعية المجتمع بالتعرف على الفئات المجتمعية المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد 19، ومن ضمنهم كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام اللي بيتلقوا العلاجات الكيميائية والأدوية المثبطة للمناعة. حقيقة جائحة كورونا برغم أنها أعلنت أنها انتهت، لكن ما زلنا نعيش يعني ظهور بعض الحالات البسيطة جدا الخفيفة، فما زلنا إحنا بنعيش في مرحلة من مرحلة التعايش مع الجائحة. وطبعا لابد من استخدام الإجراءات الوقائية والإشراط الوقائي اللي تعلمناها خلال الجائحة. لابد من التعرف على الاضطرابات النفسية لدى كبار السن والناس اللي تعرضوا لإصابة بالكورونا وصار عندهم مضاعفات حتى ندعمهم نفسيا واجتماعيا. بنأكد على أهمية التحصينات بكورونا بكوفيد 19 وغيرها من التطعيمات حقيقة، زي تطعيم الحزام الناري عندنا الآن، وعندنا تطعيمة النيموكوكا المكبرات العصبية الرئوية، وعندنا تطعيمة الحمى الشوكية لأنها قريبين من الحج، وأيضا الإنفلونزا الموسمية. هذه كلها من التطعيمات المهمة اللي احنا نوصي بها بقوة وبشدة لجميع أفراد المجتمع سواء كانوا كبار السن أو حتى الحجاج الداخل اللي راح يقبلوا على فترة الحج القادمة، حتى كل العاملين في موسم الحج وكل المخالطين لهذه المواسم في مكة والمدينة وجدة والمدن المجاورة. في كل الأحوال يجب أن نعود بإذن الله نعود إلى حياتنا الطبيعية ولكن بحذر. أشكركم جزيل الشكر، وأتمنى أن أكون أضفت لكم بعض الإضافات البسيطة اللي من خلالها نقدر نلقي الضوء بشكل واضح على مرحلة التعايش ما بعد مرحلة كورونا. أشكركم جزيلا الشكر، أتمنى لكم ليلة سعيدة إن شاء الله. شكرا. الله يديك العافية دكتور أشرف، يعني كالعادة كده كبسولة معلومات جميلة جدا في شكل جدا ما شاء الله تبارك الله سهل ومبسط. فعلا إحنا الآن في الفترة هذه فترة حج، وحنشوف زوار لمكة والمدينة، ولابد أن المعرفة هذه والمعلومات هذه يكون موجودة في المجتمع بشكل كبير، ونحمي كبار السن والناس اللي هم عندهم يعني قابلية للأمراض الفيروسية خصوصا كورونا والأمراض التنفسية. دكتورة رجاء الله يديك العافية، الآن يعني إبداعاتك كالعادة، تفضلي. شكرا لك دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب موضوع اليوم رح يكون عن تأثير الكوفيد 19 على مرضى الأمراض المزمنة
وشكرا للدكتور أشرف، يعني وضح جزء كبير مهد لما سأتحدث عنه في الدقائق المقبلة. أنها حالات مرضية تستمر لسنة واحدة أو أكثر وتتطلب عناية طبية مستمرة. وعادة تفضل دكتور أشرف بالحديث كثير عن الوقاية منها والوقاية عند الإصابة بها. من أمثلة الأمراض المنتشرة عندنا أمراض السرطانات بأنواعها، الأمراض القلبية الوعائية مثل النوبات القلبية، السكتة الدماغية، مرض السكري بنوعيه الأول والثاني أو سكري الحمل، الأمراض التنفسية المزمنة مثل الداء الرئوي المسد والمزمن مثل الربو، أمراض الحساسية، ارتفاع ضغط الدم، وبالإضافة إلى الأمراض الروماتيزمية، فأي مرض مزمن يندرج تحت تعريف الأمراض المزمنة. الآن في الفترة هذه أصبح لدينا عبء المرض يشمل عبء الأمراض المعدية والأمراض المزمنة، فحدة الإصابة بمرض الفيروس كوفيد 19 تتفاوت تفاوت كبير من شخص لآخر، فممكن شخص لا يصاب بأي أعراض على الإطلاق، وممكن بعضهم يصابوا بإعياء شديد يستلزم دخول المستشفى، وممكن يصل الحال إلى الاعتماد على الأجهزة التنفس الصناعي ولا سمح الله قد تصل إلى الوفاة. وهذه الاحتمالية الإصابة بأعراض خطيرة نتيجة الإصابة بالفيروس تكون طبعا مع التقدم بالسن لدى كبار السن كما ذكر الدكتور أشرف، وكما وأيضا يزداد الخطر لدى الأشخاص من جميع الفئات العمرية إذا كان لديهم مشاكل صحية أخرى كما ذكرنا. إحنا نتكلم على أكثرها انتشارا، أمراض القلب أو الرئة، ضعف المناعة، السمنة، داء السكري، ويشبه ذلك ما يحدث عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الإنفلونزا. يعني أي إصابة بمرض تنفسي هيكون خطر الإصابة فيه أعلى عند الإصابة بكوفيد 19. كذلك الإنفلونزا، إذا أصيب الشخص بالإنفلونزا وهو مصاب بكمان الكوفيد 19 نفس الشيء تكون الإصابة شديدة. فإذا أجاء كوفيد 19 ليجمع بين الأمراض المزمنة والأمراض المعدية، فالآن أصبح هناك تفاعل بين الأمراض المعدية والمزمنة مع بعضها البعض، حيث كان مرض كوفيد 19 والمصابين بأمراض مزمنة كما لاحظنا في الدراسات، حتى دراسات أجريت على مرضى في المملكة أنهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، حتى وإن تساوت نسبة العدوى بين الفئتين لكن شدة الإصابة وزيادة خطر دخول المستشفى والوفاة أعلى في مرضى الأمراض المزمنة. وفي الدراسات اللي عملت محلياً ونشرت في مجلات محلية ودولية كان معظم الذين توفوا من وباء كوفيد 19 يعانون من أمراض مزمنة مشخصة من قبل مثل السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية. وفي دراسة أجريناها على جميع المرضى المصابين بالكوفيد 19 في جدة وجدنا أن 80% من مرضى كوفيد الذين تم تنويمهم في المستشفى كانوا يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل. يعني إذا الشخص كان مصاب بمرض مزمن فاحتمالية دخول المستشفى وحصول أعراض شديدة وتدخل الحال من الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض مزمنة. كما نعرف أنه لدينا في المملكة السكري تقريبا في البالغين من 30 تقريبا من 20 إلى 25% مصابين بالسكري، تقريبا 16% مصابين بارتفاع ضغط الدم، وفينا وفئة تقريبا 17 إلى 18% مصابين بأمراض ارتفاع الدهون غير الإصابة بالسكتة والأمراض الأخرى. فلدينا أمراض معدية نسبتها عالية، يعني فئة كبيرة من المجتمع تعاني من الأمراض المزمنة، وهذه الفئة معرضة لإصابة بأعراض أكثر وإصابة والاحتمال دخول المستشفى أكبر. فإذا الأثار الناجمة للأمراض المزمنة والمعدية مع بعض وتفاعلها مع بعض تستدعي التطعيم ضد الأمراض المزمنة واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة. وفرت وزارة الصحة على تطوير بروتوكولات العلاجية لمرضى الكوفيد 19، سأتحدث في الشرائح القادمة عن آخر تحديث في البروتوكول العلاجي. وفرت دعم لازم للمرافق الصحية من خلال تأمين كافة المتطلبات لتوفير رعاية صحية عالية الجودة بغض النظر عن أهلية العلاج. وتواصل وزارة الصحة عمليات التطعيم بجرعات الجديدة، حتى من التطعيم الجديد الذي يحتوي على أكثر من سلالة من الكوفيد 19 الآن أصبح متوفر في المملكة والتطعيم به متاح، وتؤكد على أهمية التطعيمات وبالذات للمرضى الأكثر عرضة للإصابة.
كما حرصت على تعزيز ودعم جميع المرافق الصحية وفرض إجراءات مكافحة العدوى، مراقبة القدرات وإمكانيات العاملين في مجال الرعاية الصحية، توفر أسرة العزل والإمدادات الطبية، ووفرت كذلك البروتوكول أو الأنظمة العلاجية التفصيلية للمرض. بالرغم من أنه انتهينا من الجائحة وأعلن انتهاء من الجائحة، لكن ما زال الفيروس موجود كما موجود فيروس الإنفلونزا وأي فيروس غيره، وإضافة إلى ذلك تظهر كل فترة سلالات متحورة جديدة، حتى أن التطعيم الحالي الموجود في المملكة غير التطعيم اللي بدأنا فيه لأنه يحتوي على السلالات الأخرى التي ظهرت من الفيروس. معنى ذلك أنه لا نحتاج فقط إلى التطعيم، لا نحتاج فقط إلى الوقاية، في بعض المرضى ممكن بحاجة إلى أشياء أخرى. مثال هذه الشريحة تبين العلاقة بين الأيام من وقت العدوى، هنا الأيام من وقت العدوى، مثلا من يوم صفر من بداية التعرض للعدوى حتى 42 يوم. من بداية التعرض للعدوى إلى الإصابة بالأعراض من 5 إلى 6 أيام. يوجد الآن دواء وموجود ضمن البروتوكول المتبع في العلاج في وزارة الصحة ومتوفر في وزارة الصحة حتى في المراكز الصحية، يعطى في فترة ما بين التعرض لظهور الأعراض، خلال 5 أيام من ظهور الأعراض يعطى هذا الدواء. فإذا أعطي الدواء خلال 5 أيام من ظهور الأعراض يكون احتمالية الشفاء أسرع، أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة، يكون مريض أقل عرضة للإصابة بالوفاة، ويكون العلاج أسرع. فهي تقلل من حدة المرض. إذا كان الشخص عنده مثلا أكثر من مرض مزمن، احتمالية الدواء هذا أنه يوقف الأعراض تماماً ويتعافى، أو أنه يقلل الشدة إذا كان هذا الشخص حالته متقدمة وعنده أمراض كثيرة وجهازه المناعي متدهور. فإذا وجد الآن حل آخر غير التطعيم، في وجود السلالات المتحورة، في وجود الأعراض الأمراض المزمنة اللي حتى غيرهم عند التعرض الأمراض المعدية، هناك حل وهو الدواء. إذن برسالتي أن نتذكر أن نتبع الخطوات التالية لنحمي أنفسنا وأحبابنا من المصابين بالأمراض المزمنة. أول شيء نعرف، ثم نخطط، ثم نبدأ. أهم شيء أن إذا نعرف إيش الموجود، نكون مثقفين، زي لما إحنا كنا عارفين أنه في التطعيم الأول اللي هو الأحادي، في التطعيم الثنائي اللي فيه أكثر من سلالة. الآن نعرف أن هناك مرضى أمراض مزمنة ممكن أن يصابوا بالمرض حتى في حال انتهاء الجائحة. نخطط بسرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان نحن أو من نحب مصاب بأعراض أمراض كوفيد-19، ونبدأ باستشارة الطبيب في بأي حل من الحلول الأخرى، مثال وجود الآن دواء. فإذا المبادرة بالسؤال والمبادرة بتثقيف النفس ومعرفة إيش الأشياء الجديدة هي جدا مهمة لحماية مرضى الأمراض المزمنة. علاج الكوفيد-19 المتوفر حالياً والذي يقدم عن طريق البروتوكولات العلاجية لوزارة الصحة التي اعتمدت مؤخراً، يؤخذ عن طريق الفم إذا واجه المريض الذي يعاني من أمراض المزمنة أي أعراض، طبعاً خلال 5 أيام من الأعراض، أو إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية لكوفيد-19، فيجب على المريض زيارة أقرب مستشفى، حيث من المهم بدء في أول 5 أيام من ظهور الأعراض. إرشادات وزارة الصحة توصي باستخدام هذا العلاج عن طريق الفم مرتين يومياً لمدة 5 أيام فقط للبالغين خارج المستشفى، أو الأطفال المرضى الذين تتراوح أعمارهم من 12 سنة لكن يزنوا 40 كيلو أو أكثر، والمصابين بفيروس كوفيد الخفيف، لازم يكونوا مصابين بخفيف إلى معتدل، يعني ما أستنى إلى أن تتدهور الأعراض وأدخل المستشفى. من البداية أول ما تظهر الأعراض أتوقع أنه ممكن يكون احتمالية الإصابة بكوفيد-19، أحاول الكشف وعمل الاختبارات اللازمة، إذا كانت الاختبار إيجابي في خلال 5 أيام من ظهور الأعراض يجب تلقي الدواء. إذن يجب أن يبدأ العلاج في أسرع وقت ممكن وخلال 5 أيام، لذلك يجب أن نكون واعين، وأذكر مرة أخرى أنه يجب إدراك وفهم المخاطر المستمرة لجائحة كوفيد-19، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص الأكثر عرضة. وبالرغم من انتهاء الجائحة لم ينتهي الخطر بالنسبة لهم، أن أمراض القلب والسكري وأمراض الكلى تعتبر من الأمراض الأكثر انتشاراً
وهي تزيد خطر الإصابة الشديدة بمرض كوفيد، وعلى المريض زيارة أقرب مستشفى. إن من المهم بدء علاج خلال 5 أيام، وهنا المعلومة المهمة إنه سارع حتى لو كانت الأعراض خفيفة. بالعكس إحنا نبغى الأعراض الخفيفة، نبدأ من البداية حتى لا تدهور هذه الأعراض. وأؤكد ثانياً، أحب أن أنهي يعني كلمتي، اعرف خطط وابدأ، اعرف الأشخاص المعرضين، خطط باتخاذ الإجراءات اللازمة، عمل التحليل اللازم إذا شعرت أنه الشخص معرض للإصابة أو عنده بعض الأعراض، واستشارة الطبيب، ونشر الوعي كيف أن نحمي من نحب من الأمراض المزمنة من خطر الإصابة بالمرض الشديد والدخول المستشفى سمح الله أو تدهور الحالة. وشكرا لحسن استماعكم. أديك العافية دكتورة رجاء. فعلاً أعرف خطط وابدأ، يعني هذه الخلاصة بكل ما تعنيها الكلمة. الله يديك العافية. الآن خلينا ننتقل مع الدكتور عبد الحفيظ. أنا متأكد أنه في مجموعة من الأسئلة، وإدارة الحوار مع الزملاء الصحفيين حيكون عن طريق الدكتور عبد الحفيظ، ونستمتع في الفقرة القادمة هذه. شكراً دكتور هاني، وشكراً للزملاء الكرام المتحدثين في هذه الأمسية العلمية التوعوية، وشكراً للزملاء الإعلاميين المتواجدين معنا في هذه الأمسية لنقل هذه الرسائل الجميلة التي أتت في وقتها، ونحن في وقت سنستقبل بعد أيام موسم الحج بما فيه من تكدس، خصوصاً وقد عاد العدد إلى ما كان عليه قبل الجائحة اعتباراً من هذه السنة إن شاء الله. في مجموعة أسئلة طبعاً وصلت من الزملاء الإعلاميين. هناك سؤال من مجلة الصحة والغذاء من الأستاذ عصام الحاج، لكم دكتور أشرف بعد إذنك. يقول الأخ عصام في سؤاله: هناك فكرة تكونت لدى البعض أن المناعة انخفضت عند البشر لا سيما عند كبار السن، وذلك بعد تلقي لقاحات كوفيد 19، كيف نفند هذه المقولة علميا وطبيا؟ أولا أشكر الأخ الإعلامي اللي طرح الموضوع هذا، لأنه هذه أحد المفاهيم الخاطئة اللي إحنا بنواجهها في التقاءنا بعض المرضى اللي عندهم هذا الفكر. حقيقة مع تقدم العمر ينخفض كفاءة أداء الجهاز المناعي، وتنخفض استجابة الخلايا المناعية، وحتى كمان طريقة مواجهة الجهاز المناعي للخطر العدوى لن يكون كما كان في السابق لعدة أسباب كثيرة. وفوق إذا كمان مع كبار السن يكون عندهم مشاكل صحية متنوعة بالإضافة إلى نقص المناعة، والمشاكل الصحية هذه بتؤدي إلى تدهور الجهاز المناعي أكثر وأكثر. التحصينات اللي أخذناها طبعاً هي تحصينات الحمد لله يعني آمنة وأثبتت كفاءتها، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل جهود وفضل يعني الزام المجتمع بتلقي التطعيمات في وقت قياسي. الحمد لله وصلنا إلى مجتمع تقريبا شبه محصن بالكامل، واستطعنا بإذن الله احتواء الجائحة في مراحل مبكرة، فهذا كان مردود التطعيمات في حث الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة تقاوم المرض وتعطي حماية للإصابة بالكورونا، بالذات عند الأشخاص اللي عندهم جهاز مناعي جيد، وحتى الأشخاص اللي كان عندهم مشاكل صحية أو جهاز مناعي ضعيف حسنت أداء الجهاز المناعي في التعامل مع العدوى. وحتى لما ظهرت الأعراض كانت أعراض خفيفة وليست أعراض تستدعي دخول المرضى إلى المستشفيات أو تلقي رعاية حرجة زي ما كنا نشوف في أول الجائحة. فحب يعني من هذا المنبر أؤكد إنه هذه المعلومة غير صحيحة، وإنه تلقي التطعيمات حسن من الجهاز المناعي وعطى مناعة يعني جيدة بغض النظر عن تنوع الفيروس المتحور وتغيير نوعيته، أدت أيضا إلى إضافة بعد جديد للجهاز المناعي إنه يتطور حتى يتواكب مع هذا التنوع والطفرات اللي صارت في الفيروس.
فأؤكد مرة ثانية أنه المعلومة الصحيحة أنه التطعيمات أعطت المناعة المطلوبة بحمد الله، وإحنا الآن نعيش هذا الجانب الإيجابي في احتوائنا للجائحة. شكرا لكم دكتور أشرف. دكتور رجاء، في سؤال من جريدة المدينة: هل من المتوقع أن تؤدي الإصابة بالكوفيد إلى الإصابة بالأمراض المزمنة على المدى الطويل كالأمراض التنفسية وغيرها؟ إلى الآن لا يوجد دراسات تؤكد ذلك. بالنسبة لجميع ما يقال عن أن التطعيم كورونا أدى إلى أو إصابة إلى كورونا، إلى الآن لم يثبت أي علاقة بين الإصابة، بينما الأمراض المعدية قد تؤدي إلى تدهور، يعني هي على العكس العلاقة. الأمراض المعدية، الأمراض المزمنة عند الإصابة الشخص بالأمراض بالكوفيد 19 يؤدي إلى تدهور الحالة وليس العكس. أكيد. طيب شكرا دكتور رجاء. دكتور هاني، في سؤال من الأخ محمد حميد من بيزنس كورنر بيقول: هل هنالك جرعة جديدة قادمة لمن هم أقل من 50؟ لأنه إحنا إلى الآن كل يعني جرعاتنا كانت موجهة أو في يعني توجه لمن هم تعدوا 50 سنة، هل هنالك جرعات قادمة لمن هم أقل من 50؟ أتفضل. طيب سؤال جدا جميل. طبعا احنا في المملكة الحمد لله التوعي والتثقيف الصحي حاصل ومستمر، ولكن بالإضافة لهذا في على قولهم بروتوكولات واضحة جدا معتمدة من وزارة الصحة ويتم عملها وتفعيلها، والفئات المستهدفة كانت من البداية واضحة جدا من الفئة المستهدفة اللي احنا نحتاجها، وكانت دراستها كان للحفاظ اولا على المناعة المجتمعية والمناعة المكتسبة. الآن زي ما تفضل الدكتور رجاء، في الجرعة التنشيطية اللي هي تحتوي على أكثر من متحور، التنشيطية مفتوحة للجميع، خصوصا الناس اللي هم 50 سنة وأكثر، الناس اللي عندهم برضو الأمراض المزمنة في أي عمر. فالجرعة التنشيطية للجميع، الجرعة التنشيطية محددة في الفئة المستهدفة الآن أكثر الإصابة في الناس اللي هم عندهم أمراض مزمنة وكبار السن فوق سن 50. هل معناها أنه أقل من هذا السن ما يأخذ جرعة تنشيطية؟ الجرعة التنشيطية على حسب البروتوكولات الموجودة مفتوحة للجميع، لكن فعلا الفئة المحددة والفئة اللي تهم الجميع واللي ممكن يكون إصابتها تؤدي إلى تدهور في الحالة الصحية، دخول مستشفى، لا سمح الله مضاعفات ممكن قد تكون يعني تصل إلى الوفاة، هم الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة: سكر، أمراض قلب، أمراض تنفسية، أمراض سرطان، وكبار السن. دكتور أشرف، يمكن هذا السؤال لكم موجه من الأخ راشد السكرام من جريدة الرياض، يطلب نصائح طبية لمرضى اعتلال عضلة القلب أو فشل القلب الواجب اتباعها لتقليل مضاعفات الإصابة بالكوفيد عليهم، وما هي أكثر المضاعفات خطورة بالنسبة لهؤلاء المرضى؟ طيب بالنسبة لمرضى اعتلال عضلة القلب تفقد قدرتها على الأداء الوظيفي في ضخ الدم، ودائما النسبة الطبيعية ما بين 55 إلى 60 اللي هي قوة أداء عضلة القلب اللي بنسميها الإجكشن فراكشن. لما تنزل عضلة القلب إلى 20 إلى 25 بيصير في ضعف في الأداء، وبيصير في احتباس في السوائل، بيصير في ترشيح للسوائل في الرئتين، وبالتالي المريض يعاني من الصعوبة في التنفس، ويصير في ترشيح للسوائل في القدمين، يصير في تورمات في القدمين، ويصير انتشار السوائل هذا في الجسم بتحيل دون أداء كثير من الأعضاء بعملياتها الحيوية، فبنضطر نعطي نوعين من الأدوية، نعطي دواء يحسن أداء عضلة القلب، يخلي عضلة القلب تشتغل بكفاءة أعلى بجهد أقل، وفي نفس الوقت نعطي مدرات للبول للسوائل عشان نخلص الجسم من هذه السوائل. طبعاً يعتبر المريض اللي هو عنده ضعف في عضلة القلب أحد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بكورونا، وهو يخضع لنفس الاشتراطات اللي إحنا بنقول عليها، اشتراطات وقائية بحيث أنه لا يتعرض لأماكن ممكن يعني تهيئ للإصابة في أماكن مزدحمة، لابد من استخدام أو
استخدام الإجراءات الوقائية المعتادة عن طريق لبس الكمامة واستخدام السانيتايزر وغيره، بالإضافة إلى التحصينات مهمة جدا جدا لمريض عضلة القلب، والتحصينات اللي نتكلم عنها هي تطعيمة الإنفلونزا الموسمية، الحمى الشوكية، بالإضافة إلى المكورات العصبية الرئوية، بالإضافة لتطعيمة الحزام الناري. وأيضا زي ما تفضلت الدكتورة رجاء، لو لا قدر الله المريض اللي عنده ضعف عضلة القلب تعرض لإصابة بإصابة الكورونا، فعنده مرحلة قصيرة المدة لكنها مهمة جدا في مرحلة الإصابة اللي هي أول 5 أيام، يقدر يستخدم الدواء اللي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة، وهذا الدواء بيعطي حماية بعدم تطور الحالات البسيطة إلى حالات متطورة، وبالتالي نستطيع احتواء المشكلة هذه في مراحل، ويعتبر هو علاجي وقائي. علاجي بنعالج المرحلة المبكرة، ووقائي بنمنع دخول المريض في مراحل متقدمة يحتاج فيها إلى عناية مركزة. بالإضافة إلى النظام الغذائي مهم جدا بالنسبة لمريض عضلة القلب، الأكل لابد يكون قليل الملح قليل الدسم، ولابد من استخدام كل الأدوية، لأنه مريض عضلة القلب ما صار عنده مشكلة في عضلة القلب إلا بسبب عنده السكر، عنده الضغط، عنده الكوليسترول، عنده أمراض هيئة عضلة القلب أنها تكون تحت هذه الظرف المتدهور من الوظيفة من الأداء الوظيفي. شكرا دكتور على هذا الإيضاح. الأخ عبد الله دماس من جريدة الجزيرة يوجه سؤال لك دكتور الرجاء. لا شك أن أصحاب الأمراض المزمنة وبخاصة أمراض القلب والأمراض التنفسية هم أكثر عرضة للإصابة وأيضا لخطر الوفاة، هل يختلف ذلك وفقا للفئات العمرية؟ فعلا وجود المرض مع العمر المتقدم هذه تعتبر عاملين من عوامل الخطورة، فإذا فعلا تزيد مع تقدم العمر، لأن العمر يعتبر عامل خطورة، التقدم في العمر قلنا تنقص المناعة كما تفضل دكتور أشرف، هذا يعتبر عامل خطورة، ووجود مرض مزمن هذا عامل خطورة أكثر، وجود أكثر من مرض مزمن هذا عامل خطورة، فإحنا نحسبها بعدد عوامل الخطورة الموجودة، كل ما زادت عوامل الخطورة عددها كل ما صار الاحتمالية المضاعفات أو المرض الأشد أكثر. فحتى الأمراض المزمنة مرض يختلف عن مرضين، والعمر يعتبر برضو عامل إضافي لذلك، وهو فعلا العمر يعتبر عامل خطورة إضافي مع الإصابة بالأمراض المزمنة. شكرا دكتور هاني. في سؤال من الأستاذ صلاح أبو الوفا من مجلة التجارة، بيقول إنه احتمالات حدوث تحورات وسلالات جديدة من الفيروس لا زالت قائمة، فما هي خطط فايزر المستقبلية استعدادا لمثل هذه المفاجآت لا قدر الله؟ طيب جميل جدا. هو يمكن اغير اخر كلمه، هي التحور وتغير الجين اللي يحصل على الفيروسات، هذا شيء طبيعي ما هو مفاجئ لاحد ابدا، والطبيعي انه يكون في متحورات وتتغير مع تغير الوقت وتغير الزمن وتغير الصحه العامه في المجتمع، فهذا الطبيعي جدا انه تحصل متحورات مع مرور الوقت. الابحاث بشكل كبير متجهة إلى على قولهم البحث الميداني، إيش الآن اللي حاصل، إيش المتحور اللي موجود، إيش المتحور الأكثر انتشارا، وهذا هو اللي خلاهم مثلا الآن يغيروا من نوع الفاكسين اللي موجود إلى فاكسين موجود في مجموعة من المتحورات تستهدف الفيروس اللي موجود الآن حاليا في المجتمع. قد يتغير مع الوقت صحيح، لكن التقنية الحديثة اللي حصلت، التطور العلمي اللي حاصل الآن في القطاع الدوائي بشكل كبير وفي قطاع الفاكسين والتطعيمات أصبح يساعد على الحركة السريعة وتغيير الفاكسين إلى حاجة adapting للموجود في المجتمع. يعني تغير الطفرات أو المتحورات حاصلة، لكن متابعتها الآن بالدراسات الميدانية أصبحت هم الشاغل للجميع، حكومات ومنظمات صحية، وتتبعها وتتبعها جميع شركات الأدوية منها فايزر طبعا.
دكتور أشرف، السؤال لكم الآن. كثير من الناس عانوا وشكوا من مضاعفات دامت معاهم فترة طويلة بعد الإصابة بكورونا والشفاء منها، ومنهم من ادعى أن هذه المضاعفات أتتهم عقب أخذهم جرعات التطعيم أو اللقاح، مثل التأثير على حاسة الشم والتذوق وخلافه. فهل هذه الأعراض ستكون دائمة أم أنها ستتلاشى مع الزمن؟ وما هي نصيحتكم لهم لكي يتغلبوا على هذه الأعراض التي يعانوا منها حالياً؟ طبعاً الأعراض اللي ذكرتها دكتور أبو الحفيظ، فقدان حاسة الشم والتذوق، هذه أحد الأعراض اللي تميز بها فيروس كورونا من بداية الجائحة عند بعض، يعني في نسبة معينة من المرضى اللي أصيبوا، وأصيبوا بدرجات، بعضهم فقدوا الحاسة بشكل كامل لفترة معينة ثم تدريجياً رجعت الحاسة، وبعضهم فقدوها بشكل بسيط جدا ويمكن خلال أيام رجعت الحاسة الشم والتذوق. لكن ارتباط الأعراض بالتطعيمات هذا ارتباط غير صحيح غير موثق، ولا يوجد أي دراسات أو أي أبحاث تشير إلى أنه التطعيمات أدت إلى تدهور الوضع الصحي. طبعا احنا نعرف كل التطعيمات بتستحث الجهاز المناعي في أيام بيكون في ارتفاع في الحرارة أو في آلام معينة أو في احمرار، وهذه بتجسد تفاعل التطعيمة مع الجهاز المناعي والأجسام المضادة داخل الجسم، وبالتالي الجسم بيكتسب هذه المناعة على المدى الطويل. لكن لازم نعرف إنه في مرحلة يمكن أنا ذكرتها في المحاضرة حقتي أو في السلايدز، اللي هي مرحلة الكورونا المطولة اللي هي بتستمر عدة أسابيع أو عدة شهور فيما بعد الإصابة. الشخص بيصاب بالفيروس وخلال أيام أو أسابيع أو 15 يوم تنتهي الأعراض تماما، لكن تبقى بعض الأعراض، منها ضيق في التنفس، ألم في الصدر، فتور، تعب، إجهاد، إعياء. هذه الأعراض كلها تستمر لشهور طويلة، وهذه بتختلف من شخص إلى شخص، وبنشوفها عند بعض الأشخاص اللي عندهم ضعف المناعة أو عندهم تعدد في إصابتهم ببعض الأمراض المزمنة. لكن في النهاية هي مشكلة مؤقتة تنتهي بمرور الوقت ويرجع الشخص إلى وضعه الطبيعي. فأؤكد أنه الأعراض اللي ذكرت هذه أعراض مصاحبة للإصابة بمرض الكورونا وليس لها أي علاقة بالتطعيمات على الإطلاق. نعم، بارك الله فيك دكتور أشرف. دكتور هاني، كيف تصفون فيروس كورونا حالياً عما أتى به مع بداية الجائحة من عنف شديد وشدة وهجوم عنيف؟ كيف تصف الفيروس حاليا وخصوصا بعد إعطاء الجرعات الأساسية والجرعات المنشطة؟ هل كما حصلت وقاية للبشر، هل هذه التطعيمات أثرت أيضا على الفيروس نفسه؟ طبعا بدون شك احنا الان نتكلم عن فتره زمنيه تقريبا تجاوز 3 سنوات. المعرفه والتقنيه قبل 3 سنوات اختلفت كثير عن اليوم. الفيروس نفسه ده كان حيتكلم عن شده الفيروس من قوته، الاول كان اقوى الان اضعف. المعادله هذه غير صحيحه، لانه اليوم احنا علميا وعلى قولهم الآن المعرفة أصبحت كبيرة جداً، طرق العلاج، طرق الوقاية، الآن أصبح فيه علاج يؤخذ كمان للمرض نفسه. تغير كثير في خلال 3 سنوات هذا العلم في مجال الفيروسات، في مجال فيروس كورونا تحديداً. الفيروس هو الفيروس، يتغير وتطور والمتحورات تستمر. لكن اليوم إحنا أحسن من قبل 3 سنوات، ليش؟ لأنه الحمد لله رب العالمين الوعي أصبح أحسن، أصبح عندنا مجموعة من التطعيمات الموثق فائدتها ونسبة حمايتها، وأصبح لدينا الآن زي ما تفضل الدكتورة رجاء في علاج موجود موثق بالبحث العلمي، وتم إضافة البروتوكولات العلاجية نستطيع استخدامه مع المرضى. فحتى لو كان المرض اليوم شديد جدا، معرفة الشدة هذه أصبحت غير، يعني القياس هذا غير مكانه، غير صحيح، لأنه فعلا
الثلاث سنوات هذه أثرت بشكل كبير على المعرفة والعلم والتقنية والعلاجات والتطعيمات المتوفرة. شكرا دكتور هاني. أعتقد أن السؤال التالي حيكون هو السؤال الأخير في هذه الجلسة المباركة والأمسية العلمية، والسؤال موجه لك دكتورة رجاء. وطبعا دكتورة رجاء هي استشارية طب وقائي وأستاذ مشارك في جامعة الملك عبد العزيز وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للوبائيات ومدير مكتب جدة للجمعية. دكتور رجاء، كما سألنا الدكتور أشرف عن نصائح في بداية اللقاء، هل من نصائح نختتم بها هذه الجلسة وهذه الأمسية العلمية توجهينها إلى من يجاور ويصاحب الحجاج ويقوم بخدمتهم سواء في المشاعر المقدسة في جدة في المدينة المنورة؟ ما هي نصائحك لهم للوقاية من الأمراض لا قدر الله؟ طبعا بالنسبة للحج في متطلبات الحج، سواء كان الذهب للحج سواء كان حاج أو مقدم رعاية صحية أولية، في الاشتراطات الصحية من تطعيمات ومن ضمنها تطعيم الكوفيد 19، تطعيم الإنفلونزا وتطعيم الحمى الشوكية. كذلك اليوم أنا تكلمت عن اعرف وخطط وابدأ، معرفة مرضى الأمراض المزمنة والاهتمام بما يشعرون به خاصة في هذه الفترة مع الازدحام في فترة الحج واحتمالية إصابتهم بالأمراض. ضروري التفكير في احتمالية الإصابة بالكوفيد 19 والتوجه لطلب العلاج، ويوجد كثير من المراكز الصحية والجهات التي تقدم الخدمة وتقدم الخدمات حسب البروتوكولات العلاجية المتواجدة في وزارة الصحة. إذن بالإضافة إلى النصائح اللي تفضل فيها دكتور أشرف، بالإضافة إلى ما تكلمت عنه من اتباع الإجراءات الوقائية والتطعيم، أرجع وأعيد أعرف وخطط وأبدأ. المعرفة شيء مهم، معرفة ما الموجود في النظام الصحي، معرفة إنه في شيء جديد وجد. قبل كده ما كنا نعرف إنه في أي علاج، وكنا ننتظر إلى الأعراض. إذا الأعراض خفيفة مش الحال، إذا الأعراض كانت أصعب رحنا للمستشفى، لكن لا، ممكن التوجه للمركز الصحي والحصول على العلاج حتى في حال وجود أعراض طفيفة جدا، في حال وجود أي مرض مزمن. شكرا جزيلا دكتور رجاء. بكده أكون أنا يعني استوفيت معظم الأسئلة التي وصلت إلينا من الزملاء الكرام الإعلاميين اللي شرفونا في هذه الندوة وهذه الأمسية العلمية. أعود إليكم سعادة رئيس هذا المؤتمر دكتور هاني الهاشمي، أتفضل. الله يديك العافية دكتور عبد الحفيظ. الجميع كفى ووفى، كانت يعني فعلاً الأسئلة جميلة وتتحدث عن حديث الساعة بعد الجائحة، الفترة الحالية، الأمراض المزمنة، الحج، إيش اللي حيصير الآن لينا إحنا في المجتمع، في كبار سن وأهل وأحباب، كيف ممكن الواحد يرفع التوعية ويكون حريص عليهم وحريص على ضيوف الرحمن. ختاماً أتوجه بالشكر الجزيل للدكتورة رجاء محمد الردادي، الدكتور أشرف أمير، السادة مثلي ووسائل الإعلام المعنية بشؤون الصحة. أبدعتوا كالعادة في يومكم دائماً، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، من كان الرسائل التوعوية، الأسئلة اللي طرحت كانت جميلة جداً. طبعاً الشكر والتقدير موصول دائماً للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، عودتنا أن يكونوا دائماً عند الموعد ودائماً متحفزين لنشر الوعي الصحي للمجتمع، رسائل واضحة وجميلة في توقيت دائماً على قولهم مدروس. إحنا الآن خرجنا من الجائحة، الكثير يتكلم عن ما بعد الجائحة، فكانوا موجودين عند على الموعد في 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 ندوة جميلة جداً الليلة. شكرا جزيلا للجميع، ودائما نتمنى نكون موجودين مع بعض، والوعد اللي هو ارتفاع التوعية والمعرفة لينا كلنا في القطاع الصحي بشكل خاص، لكن المجتمع مسؤوليتنا كلنا. فشكرا جزيلا للجميع، للإعلاميين وصلت الرسائل، أنتوا الآن المنبر الإعلامي اللي يستطيع إيصالها، للزملاء الدكاترة ألف شكر دائما على وجودكم معنا. شكرا.
إذن بكده نستودع الله الزملاء الكرام، وشكرا لكم على حضوركم وتشريفكم لنا. نلتقي إن شاء الله في مناسبة أخرى قادمة بإذن الله. في أمان الله. مع السلامة. يعطيكم العافية، شكرا لكم جزيلا. شكرا دكتور. مع السلامة. بارك الله فيك. شكرا دكتور هاني.